في عنا بتتذكروا المره الماضيه بدينا الحسابات تبعت الدروبريدج. عندي هون في سلاب ميتاليك سلاب من ستيل وبدنا اياها ترتفع حوالي 45 درجه او بدنا اياها ترتفع 45 درجه. حكينا هاي بدها تكتمل الارتفاع هذا بده يرتفع بده يكتمل في حوالي 60 سكندز. هاي يوزر ريكويرمنت 60 سكندز مقبوله. اذا حطيته اقل من هيك بده يبدا يصير عندي المحرك التورك عالي جدا. بدي اجيب تورك عالي جدا وبده يكبر كثير المحرك. واذا بتتذكروا شفنا في الفيديو لما فرجيتكم الفيديو حجم المحرك ما كان كبير كثير. بس كيف استطعنا نعمل هيك؟ بالجيرنج كان عندنا جيرنج وما كان عندنا احنا كاونتر ويتنج. لو استخدمنا كاونتر ويتنج نقدر ننزله كمان. اذا خلينا نطلع الان اول شيء خليني احسب الروتيشنال اكسلريشن. هلا لاحظوا هون حساباتي راح اعملها حوالين هذا الشافت. رح نعمل حسابات حوالين هذا الشافت بعدين راح نرد نرجعهم للشافت هنا. اذا خلينا اول شيء نطلع قديش الفا المطلوبه. هلا قديش هاي الزاويه اوميجا ان راديانز؟ باي على 4. بدها تساوي باي على 4 مضبوط. قديش باي على 4؟ 0.785. وقديش احنا بدنا نرفع الهاي؟ بدنا 60 سكندز مضبوط؟ اذا احنا هون عندنا لا انا حسبتها بطريقه مختلفه. انا اخذت ال 1470 لو هدول المحركات معظمهم اللي موجودين هون 1470. يعني الريتد سبيد الاي سينكرونس سبيد للمحركات كانت 1470 ار بي ام. هلا ايش عماله بصير في الجيرنج؟ لاحظوا تذكروا انه عندنا في تو ستيجز اوف جيرنج. يعني في عندنا مسنن كبير هون راح يكون وعليه مسنن صغير ونفس المسنن الصغير هذا في حواليه جير ثاني وعليه مسنن. المحرك مركب على هاد مضبوط؟ المحرك مركب على هاد. فهاي ستيج الستيج الاولى ستيب اب ولا ستيب داون؟ ستيب داون للسبيد وستيب اب للدروب. وهاي المرحله الثانيه كمان لاحظوا هاي المسننات مع هاي المسننات الموجوده هون وهاي فالمرحله الثانيه كمان ستيب داون. فعندي مرحله اولى للجيرنج مرحله ثانيه للجيرنج. لو الفيديو اوضح كان عدينا المسننات كان عدينا المسننات اللي على الكبير والمسننات على الصغير ونعرف بالضبط قديش كانت الريشو. بس تقديرا انا هون هلا قدرت اخذت يمكن انا بالغت في الريشو يمكن الريشو كبيره شوي بس انا بالغت في شوي اخذتها 100%. فقديش صارت الافكتيف جير بوكس ريشو ريدكشن؟ 1000. فصار عندي ار جي تساوي 100. اوكي مضبوط. اذا هذا المحرك اللي بلف على 1470 ار بي ام قديش راح تبين سرعته هون؟ 0.1 بدها تكون مضروبها مقسومه على 10000 مش هيك؟ خلينا اول شيء نحول هاي. انت حولنا اياها السعودي انا بضل انسى اسمك الاول. زين حولنا اياها قديش كانت؟ 153 153.9 راديان بير سكند. لكن هاي لما بحولها على اللو سبيد شافت اذا عندي هون سبيد لو سبيد شافت بدها تساوي 153.9 على 10000 اللي بتطلع معنا 0.01539 مضبوط راديانز بير سكند. يعني كاني عمالي بقول لو انا شغلت هذا المحرك وخليته شغال قديش راح ياخذ وقت وراح اعمل هلا الاكسلريشن والديسلريشن. هلا راح تشوفوا الاكسلريشن والديسلريشن مهمل يعني الوقت حتى ياخذه مهمل جدا. قديش راح تاخذني؟ انا عندي بدي اقطع ريد زاويه 0.785 راديانز مضبوط؟ وايش السرعه اللي عم بتحرك عليها؟ اذا قديش الزمن التايم؟ لا لا انا بدي اتاكد انها اقل من 60 بدي اشوف ايش فعليا هي بتطلع. فاذا قسمنا عندي هاي المسافه عفوا هاي 0.7 هاي مش اوميجا هاي اوميجا هاي تي عندي راح تكون بيتا على اوميجا اللي هي 0.785 على 0.01539 قديش تطلع؟ 51 سكند. اذا هذا رقم مقبول. طبعا انا عملت ايتريشن انا ضليت اجرب وهذا نفس الشيء بدك تجرب ما في شيء يعني بالسؤال راح يعطي الجير بوكس الجير بوكس ريشو. فانا اللي عملته اخذت السرعه هاي قارنتها بالسرعه المطلوبه هون وبعدين لقيت ريدكشن ريشو مناسب بحيث انها تعطيني 51 سكند. هلا ضل لي 9 سكند بدي اعمل فيهم تسارع وتضارب. اوكي مضبوط.
هلا خلينا نشوف السرعة عند التوب سبيد إذا صارت هون. التوب سبيد اللي هي 0.05 هذا كله طبعا أنا عامله على اللو سبيد شافت. بدك تعمل على الهاي سبيد شافت بتقدر. عاملين على اللو سبيد شافت. التوب سبيد عندي هون 0.01539. وهيك راح يصير عندي. طبعا هون ما في حاجه اني اهتم بالجيرك، مش مهم كثير الجيرك، فاحنا عاملين هون انفينيت جيرك. الكل متذكر هاي النقطه، انا ما درسناها بالتفصيل هون، درسناها بالدرايفز بس. هون لاحظوا هذه هون ما فيش عندي فيلتنج في العمليه هاي. هلا ايش كمان ممكن نعمل عندنا حسابات؟ عندنا الاكسلريشن. هلا ممكن نحدد الاكسلريشن، ممكن ننزل الاكسلريشن من هون. انا بدي اشوف بس كيف حسبت الاكسلريشن. اوكي انا اخذت هون 4.5 سكندز عشان نرفع الاكسلريشن. خلينا نحط هون عندي 4.5 سكندز، واحط هون عندي 4.5 سكندز. فلو بدي ارفع انا السرعه الان من زيرو سبيد للتوب سبيد ان 4.5 سكند، ايش بقدر احسب الان؟ الاكسلريشن. مضبوط. قديش راح تطلع معنا الاكسلريشن؟ خلينا نشوف. الفا بدها تساوي عندي 0.01539 على دلتا تي. مضبوط. دي 0.01539 على 4.5 سكند، والوحده طبعا راح تكون راديانز بير سكند سكوير. ايش تطلع هاي معك؟ 0.42 ملي سكند. الفا راديان بالملي. لا اقسم الرقمين هذول طلع معك 3.42 ضرب 10 3. طيب 3.42 تايمز 10 تو ذا ماينس 3. إذا هاي راح تكون عندي الاكسلريشن. هلا انا مالي بجهز عشان ادخل المعادله تي ماينس تي اوت اوف بالانس للسيستم هذا بتساوي الفا في ار. اوكي فعندي تي اوت اوف بالانس. هلا خلينا نحسب. هي حسبنا الفا مزبوط، هي الفا عندنا جاهزه بنحطها هون. ايش بدنا نحسب الان؟ تي اوت اوف بالانس. وين راح تكون؟ كيف راح تكون عندي تي اوت اوف بالانس؟ عندنا هاي القطعه الكبيره، مش هيك؟ مش حسبنا وزنها؟ بتذكر قديش وزنها؟ عندنا الطول تبعها من هون 3 متر، عرضها 2 متر مزبوط، والثيكنس كانت قديش هاي؟ 0.25 مزبوط؟ 0.25. اذا خلينا نحسب اول شيء الماس. الماس تبعتها راح تكون الفوليوم راح يكون 3 في 2 في 0.25، والدنسيتي 7800. طلعت معنا 11800. 11000 وقديش؟ 11700 كيلو جرام. هلا بدنا نعرف قديش بعد هاي عشان احسب التورك تبعها، بدي اعرف قديش بعدها عن النقطة هاي. هلا هي طولها كله 3 بس عندي هاي اظن انها نص متر كمان، وانا اهملت الماس تبعت هاي القطعة الدورانية هون. فعندي هذا الدايمتر من هون نص متر، هذا الطول كله 3. قديش راح تكون المسافة؟ السنتر اوف جرافيتي تبع هاي وين راح يكون إذا كان هي يونيفورم؟ 1.5 مش هيك؟ وايش راح أضيف له؟ 0.25 مضبوط، مش نص هاي، يعني ارسمها بشكل اكبر. هاي النقطة هاي. وبعدين عندنا النقطة هذا قديش الدايمتر هون؟ 0.5 متر، هذا فاهم. هاي المسافة من هون لهون 3 متر. السنتر اوف جرافيتي تبع هاي النقطة وين لازم يكون؟ 0.5. إذا هذا راح يبعد عن هون 1.5، وإيش راح أضيف له؟ 0.25. طبعا هون الرسم نوت تو سكيل بالمرة. هاي راح تكون 0.25، قديش صارت المسافة كلها بين هون وهون؟ 1.75. أوكي؟ فالتورك اللي راح يحدث وزن هاي، طبعا أنا أخذت أسوأ حالة، إيش راح يصير بعدين بعد ما يبدأ يرتفع الجسم؟ خف. راح يصير الوضع أسهل، ليش أسهل؟ تطلع فينا ما في زاوية بصير أسهل لأنه هاي بتصير مسافتها أقل. أي مسافة بتهمنا؟ المسافة العمودية ما بين التورك والديستانس مضبوط؟ هلا لما ارتفعت هاي صارت البوابة هون، السنتر اوف جرافيتي تبعها اقترب.
فصارت المسافة هاي العمودية لأنه أنا عندي هون كروس برودكت، مش التورك هو كروس برودكت بين مين ومين؟ بين الفورس والديسبليسمنت، لكن لازم يكون عموديين، فبدي أضرب بزاوية فبصير عندي أصغر. إذا أنا أخذت الآن هون أسوأ حالة، أسوأ حالة هي ما تكون في البداية. إذا نحن بدنا نضرب الآن 1.75 بدنا نضرب طبعا في جي، لأنه الماس لازم أحولها لفورس، وحتى أحولها لفورس لازم أضربها في جي. إذا بتصير عندي هلا التورك اللي جاي من الماس، التورك out of balance اللي جاي من الماس راح يساوي 11700 كيلوغرام مضروب في 9.81 مضروب في 1.75، والوحدة لازم تطلع نيوتن متر. قديش بتطلع معنا هذا؟ 200,859. طيب انا اظن قربتها يمكن ل 200.1 مزبوط ولا 200 بوينت قديش؟ 1. هاي راح تصير كيلو نيوتن. ماشي واضح كل اللي هي بوينت 85 قديش؟ بوينت 8 مش 1 بوينت 8 هون يعني 201 بقدر اقرب لها 201 مش يعني تقريبا 201 مزبوط هيك؟ طيب اذا هلا احنا طلعنا هذا التورك، اذا لازم نتغلب على هذا التورك، بس هذا التورك على اي شافت؟ على اللو سبيد شافت. اذا ايش راح يصير بالتورك لما ينتقل من المحرك لو سبيد شافت؟ راح يزيد هون مش هيك؟ لو العكس بقل، بس انا هون عمالي بحط، مش انا بدي ارفع التورك وانزل السرعه، نزلت السرعه، اذا ايش راح يصير معي بهذا الاتجاه؟ لاحظوا احنا هون عكسنا، كنا دائما هنرجع لوين؟ الهاي سبيد شافت، هون وين رجعنا؟ بصير ما فيش مشكله. هلا بدنا نتذكر شغله انا بالسؤال حاطط هون، اذكر الافشنسي تبعت كل السيستم 75%. فرح نضرب التورك اللي جاي من المحرك، اسهل شيء نعمله، يا اما بنقسم كل شيء على 75 يا اما بضرب التورك اللي جاي من المحرك في 75. ماشي بصير؟ يعني رح... وين؟ نعم بين وين وين ال 75%؟ كله هو كل السيستم اعتبرته. من الالكتريكال للاوتبوت؟ لا من الاوتبوت ميكانيكال اوتبوت تبع المحرك، الميكانيكال اوتبوت تورك اللي طالع من المحرك لحد ما اوصل عند هذا الشافت. كل السيستم هو رح يشمل اكثر من الجيرز، في عندي فريكشن في امانات مختلفه، انا ماخذ كل الافشنسي 75%، فراح اضرب التورك الميكانيكال تورك اللي جاي من المحرك راح اضربه في 0.75 وهو راح استعمله. ايش ناقصنا الان؟ ناقصنا اي مظبوط؟ ناقصنا اي مظبوط؟ طيب اي لوين هلا؟ ايش احسب هلا؟ لهاي القطعة مش هيك؟ وراح اعمل هاي القطعة هلا، بدك تحسبها بتقدر تحسبها كمان في لها فورمولا، بس هاي راح تكون اقل مش هيك؟ ليش هاي اقل؟ لا قريب، وهي وكمان قريبة جدا هي للاكسس. مين الكونتريبيوشن الكبيرة تبعتهم في الانيرشيا؟ الجزء هذا اللي موجود هون، القطعة هاي موجودة هون مزبوط؟ طيب إذا نعم انت حافظ الفورمولا؟ هلا بنشتغل ام سكوير في الديستانس سكوير